يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المحاضرة العاشرة اللي هي شنو؟ نيتريشن، التغذية. والمقصود هنا نسميها دائما سيرجيكال نيتريشن، التغذية المرتبطة بمرضى الجراح. اوكي، ومال نيتريشن، سوء التغذية اللي نسميها سوء التغذية مال نيتريشن، the commonest يعني the common، وين؟ بالسيرجيكال بيشنت. وين يصير بالسيرجيكال بيشنت؟ تقريبا يوصل الى 30% من السيرجيكال بيشنت اللي هم شنو؟ 30% من السيرجيكال بيشنت وذا غاسترو انتستينال ديزيز، اللي عندهم شنو؟ غاسترو انتستينال ديزيز، امراض الامعاء 30%. اوكي، بعد ولكن قد تصل الى 60%. 60% شنو؟ in whom hospital stay has been prolonged، اذا طول دخول المستشفى والنوم في المستشفى بعد العمليه، post operative complication، بسبب يعني اذا طول بقاء المريض بعد العمليه بسبب مضاعفات جراحيه، post operative complications، اذا طول شو يصير؟ قد يصل المال نيتريشن، سوء التغذيه، الى 60%. اوكي، the aim of nutritional support، شو معنى nutritional support؟ تدعيم الغذاء واعطاء الغذاء وتجهيز الغذاء للمريض، الهدف منه to identify those patients at risk of malnutrition، حتى نحدد المرضى اللي هم خطرين، يعني عليهم خطورة من سوء التغذية، حددهم. اوكي، and in the way that minimize the complication، حتى نقلل بعد ذلك المضاعفات، لان كلما كان المريض عند سوء تغذية كلما زادت مضاعفاته الجراحية وتعرضه للسترس. اوكي، what are the causes of malnutrition؟ causes of malnutrition، اسبابها، هاي البري اوبراتيف كوز، بري ناكتبنا بري اوبراتيف causes of malnutrition، what are they؟ starvation، poverty، يعني هذا الصيام بأسباب متعددة، low intake، ما يأخذ المريض غذاء، الإنسان هذا ما يأخذ غذاء بسبب شنو؟ بسبب الفقر ربما، وهذا غالبة ويؤلف تقريبا يعني يصل حدودها إلى مليار إنسان في الكرة الأرضية. زين، ما يقدر يأخذ غذاء، يتناول غذاء بسبب الفقر، أو ما يستطيع بلع الغذاء، عنده مشكلة ديسفاجيا. أوكي، ديسفاجيا، أو يبلع الغذاء ولكنه يستفرغه بالكرونيك فوميتينج، بالنتيجة ما يوصل غذاء للجسم وللخلايا. أوكي، هذا شو يسميه؟ هاي كلها ستارفيشن، يعني ستارفيشن، الخلايا صائمة، الخلايا صائمة. بعد هاي الاي، يعني هذا اللي هو بري اوبراتيف قبل العملية، هذا تقديرنا للتغذية قبل العملية. بعد فيلر اوف بروبر دايجستين، موجود الغذاء بالمعدة والامعاء ولكنه لا يمتص، فيلر، عجز الامتصاص، عجز الامعاء، فيلر اوف بروبر شنو؟ دايجستين. إذن إما المريض، إما أكل أصلاً ماكو، بوفرتي، أو أكو بس ما يستطيع البلع، أو يبلع ويستفرغه، أو لا يستطيع امتصاصه. زين، لأن كلهم شيء نسميهم أسباب المالنتريشن. ثانياً، هذا أسباب المالنتريشن تقيم شنو؟ بري أوبراتيف قبل العملية. ثانياً بعد العملية شنو؟
بعد العملية شلون يصير مالنوتريشن؟ مريض طبيعي يسوي له العملية وشي، هاي يصير بشكل مؤقت ترانزيت أحيانا. ليش؟ لأنه احنا نحتاج أن نمنع من الطعام، المنعة من الطعام. ليش؟ لأنه يجوز إجراء العمليات على المعدة على الأمعاء، وما أريد يأكل بعد العملية. راح نسوي عمليات خياطة الجروح الداخلية، نخيط الأمعاء، نخيط المعدة، وبالتالي ما أريد فد شيء يمر هنا. فمضطرين نعطي بعض السوائل وبعض السكر اللي موجود عن طريق الأوردة، وهذا لا يكفي لأنه راح يصير عمليات هدم، يحتاج إلى مواد غذائية. هنا يصير شو يصير؟ يصير المالنوتريشن مؤقت ترانزيانت، وأي تأخير في العودة إلى طبيعة الإنسان الغذائية، أي تأخير بسبب مضاعفات شنتج ينتج لي أيضا المالنوتريشن، سوء تغذية. سوء تغذية احنا هسه راح نجي بعدين شنو هي سوء تغذية، شلون تصير، شلون نحددها نشخصها. اوكي، فاذا هاي الحالة الثانية فيلر اوف بوس اوبراتيف يصير ترانزيت. هاي الحالة الثانية بعد هايبر كاتابوليك ستيت، عمليات الهدم شديدة في الجسم بحيث ما يلحق حتى الغذاء اللي ياخذه، كمية الغذاء لا تكفي لإصلاح جسمه وبناءه. بيا حالات هاي حالات السيفير سبسس، الالتهابات الخمجية، الأخماج، العفونة البكتيرية الشديدة، سيفير سبسس، التهابات الجرثومية الشديدة بعد، وسيفير تروما وضربات شديدة للأعضاء الجسم، تروما اللي هو أكسيدنت وضربات ملتيبل تروما للجسم، سيفير تروما. شو يسوي هاي؟ يسوي عملية هدم شديد، هذا الهدم يطلع معاه مال نترشن. اوكي زين، شو يصير نتيجة المال نترشن الستارفيشن مثلا؟ شو يصير؟ ماكو غذاء، راح الجسم يتفاعل حتى يحافظ على وضع الميتابوليزم بسبب ماكو غذاء، راح يتفاعل يستخدم احتياطاته وامكاناته. شو يسوي؟ يقلل من الضرر. فشو يسوي؟ ما يفرز انسولين هوايه، يفرز لو انسولين. المواد الغذائيه ما تجيك انسولين هوايه لان انت ما ماخذ سكر هواي، فالانسولين ما ينفرز فيصير لو انسولين. زين، هو الانسولين انابوليك هرمون يعني بنائي، فاذا صار لو انسولين معناها عملية الهدم تزيد. هاي واحد. ثانيا هاي جلوكاجون مخالف للإنسولين، هذا الجلوكاجون. أوكي، إذا الإنسولين ينزل السكر يحرق السكر، هذا شو يسوي؟ يزيد السكر فيرتفع الجلوكاجون. ليش؟ حتى يطلع لنا سكر، يعني يريد يدافع عن الجسم. منين يطلع الجلوكاجون؟ من الليفر، من الكبد. بعد يسوي لنا اكو هيباتيك جلايكوجينولايسيس، الجلايكوجين اللي موجود بالليفر، هيباتيك جلايكوجينولايسيس، الجلايكوجين يتحلل، جينولايسيس، شوفوا لايسيس، هذا الجلايكوجين يتحلل، واذا تحلل الجلايكوجين ايش راح يعطينا؟ يعطينا جلوكوز. اذا هم يصير الجلوكوز، وهذا طبعا يصير له اندكشن بالجلوكاجون. بعد البروتين كاتابوليزم، البروتين راح يصير عمليات هدم به ويتفكك الى الامينو اسيدز، وبعدين ينتج لي نيتروجين، السبستانس نيتروجين البروتين. اوكي، يصير بروتين كاتابوليزم. بعد هيباتيك جلوكونيوجينيسيس، جلوكوز نيو جديد جينيسيس. اذا شني عمليه تصنيع جلوكوز داخل الليفر، هيباتيك جلوكونيوجينيسيس، جلوكوز جديد. السرعة وين الطلعة؟ من الليفر، هيباتيك جلوكونيوجينيسيس. مو صار جلايكوجينولايسيس، جلوكونيوجينيسيس، يعني الجلوكوز يزيد. بعد شو يصير؟ يصير لايبوليسيس، وتتحلل شنو؟ الدهون، لايبوليسيس، الدهون ايضا تتحلل. بعدين ادابتيف كيتوجينيسيس وكيتون بوديز، ايش راح يصير؟ تشكل، تنتج كيتون بوديز،
وهاي كيتوبوليسيس شنو يعني كيتوجينيسيس من نتيجة الفاتي واللايبوليسيس كيتوجينيسيس يصير كيتوبوليز وهاي كيتوبوليسيس تستخدم من قبل الدماغ وتستخدم من قبل بعض الأنسجة حتى تعوض مكان السكر المفقود فإذا مصدر جديد للطاقة اللي هو كيتون بوديز كيتوجينيسيس أوكي مصدر جديد يصير للطاقة لأنه الطاقة عن طريق السكر والسكريات راحت ماكو مواد غذائية هاي الكيتون جينيسيس منين يطلع لي يطلع لي من اللايبولاسيس من عملية هدم من هدم الشحوم اللي موجودة بالجسم فإذا المصدر صار للطاقة من داخل جسم الإنسان اللي هو الكيتون بوديز بعد ريدكشن ان ريستنج انرجي اكسبندكتشر زين ريستنج انرجي اكسبندكتشر ار اي اي ريدكشن ديكريز ريستنج انرجي اللي هو الانفاق الطاقه او صرف الطاقه في الوضع الطبيعي من 20 إلى 30 كالوري بير كي جي بير دي هذا صرف الطاقة 20 إلى 30 25 إلى 30 كالوري بير كي جي لكل كيلو 30 كالوري لكل كيلو باليوم زين يعني إذا المريض مثلا وزنه 50 كيلو ف 1500 كيلو كالوري باليوم يصرف زين فيقل هذا الجسم يحاول يقلل حتى ما يصرف هواية طاقة لأن يعني ما عنده غذاء منين يجيب فيقللها إلى 15 إلى 20 15 إلى 20 يعني يقللها إلى 1000 تقريبا 1000 كالوري باليوم أوكي يعني 15 إلى 20 كالوري لكل كيلو باليوم أوكي نجي للنيتريشنال اسسمنت كيف نقيم حالة المريض الغذائية نشوف بالشديدة شو يصير يصير ماركت ويستينج اوف بروكسيمال ليمبس يعني الاطراف العليا اشوف بها نحافة ضعف بالاطراف العليا القطر مال العضد مال تقليل العضلات غايبة بعد التمبرالس مصل منا على الجوانب على جوانب التمبرالس مصل اللي هي على جوانب الجبهة في منطقة التمبرال اريا التمبرالس مصل شو يسوي الضيع تنحف تصير نحيفة بعد قد نشوف برجر سورس اكو قرح قرح فراش صايرة مثلا او اباثي يعني إعياء شديد غير قادر على الحركة is easy to detect يعني ذني الليمب بروكسيمال ليمب وستينج مصل تمبرالس مصل وستينج بريجر سورتس and apathy هذني كلها سهلات واحد يشيكين ويعرف انه العلة مال نترشن لكن احنا عندنا تقييم ب body weight and anthropometric technique body weight and anthropometric technique okay simply estimate the weight loss نقيس فقدان الوزن اذا صار unintentional واحد نازل وزنه مو هو بسوي رجيم لا unintentional يعني ما يقصد نازل وزنه اكثر من 10% منه آخر 6 أشهر يعني معناها indicate poor prognosis وسوء تغذية وشنو المصير قلق أوكي نجي أكو عندنا مقياس اسمه body mass index كتلة الجسم body mass index تعرف على شنو تقسيم الوزن الويت على يمن على الهيت على الهيت الويت على الهيت يعني الوزن بالكيلو على الطول بالمتر بالمتر اوكي بعدين هي تطلع لي متر سكوير المساحه البودي ماس اندكس على الطول هذا بالمتر زين البودي ويت اف لس ذان 18.5 اذا اقل
البودي ماس اندكس، بودي ماس اندكس اذا اقل من 18.5 معناها اكو مشكله نيتريشنال انفيرمنت، نيتريشنال انفيرمنت اذا اقل يعني نيتريشنال انفيرمنت. اذا بلو 15 معناها اكو مشكله وانديكيت سيجنيفيكنت هوسبيتال مورتاليتي، قد تحصل وفيات في المستشفى نتيجه شنو؟ نتيجه سوء التغذيه هذا اذا هي اقل من 18 بودي ماس اندكس مالت المريض. زين اذا بودي ماس اندكس شو يساوي الويت على الهيد؟ اف مور ذان 18 تو ليس ذان 25 هذا نورمال، مور ذان 18.5 تو ليس ذان 25 نورمال، مور ذان 25 ليس ذان 30 اوفر ويت، مور ذان 30 ليس 35 ليس ذان 35 class 1 obesity, more than 35 less than 40 class 2 obesity, more than 40 class 3 obesity. okay هذا تقييم المن لوضع النيتريشن من خلال الويت عن هيك body mass index. بعد اكون قيم skin fold measurement، اكون مقياس يقيس شنو؟ يقيس طيات الجلد، يطوي الجلد ويشوف ايش قد الثيكنس مالت الجلد، ايش قد رايح من الثيكنس، ويقارن بين النورمال والابنورمال، فيشوف ايش قد مثلا مال النترشن. وبعد ميد ارم سيركونفرنس هذا المحيط مال العظم، ميد ارم سيركونفرنس هذا المحيط ايش قد مقياسه، طبعا يصير ضعيف جدا وقليل جدا وين؟ باللحاف اللي هم بسبب سوء التغذيه. نشوف بعد شنو؟ نجي للكلينيكال تكنيكس، قضايا سريريه ناخذ هيستوري ونشوف ايش قد متعرض هو الى سوء تغذيه، نشوف الويت لوس، نشوف شنو يتناول من مواد غذائيه، عده اعراض، عده ديسفاجيا، عده ديسفاجيا، عنده gastrointestinal symptom، عنده مال absorption ما يمتاز، زين عنده استفراغ مزمن، زين وبعدين هذا الهستري. الاكزامينيشن نفحص المسلز ويستنج نشوف اكو ضعف ونحافه بالعضلات، ضمور عضلي، اكو فقدان الانسجه الدهنيه تحت الجليد، اكو تورمات اديما استسقاء مثلا وتورم على القدم، اكو تساقط شعر الوبيشيا، لان كلهن علامات شنو؟ علامات المال نيتريشن. اوكي نجي لللاب تكنيكس، ماكو سنجل لاب تكنيك ريلايبل تو ميجر مال نيتريشن، ماكو يعني نقدر نقول هذا المريض مال نيتريشن لان سوينا تحليل معين بالمختبر، لا ناخذ اكو اشياء قرائن. مثلا اذا طلع عندي الالبومين أكثر من 30 جرام لكل لتر معناها بور نترشن، يعني هذا بور نترشن. إذا الألبومين شنو؟ أكثر من 3 جرام، أكثر إذا أقل من 30، أقل من 30 جرام معناها بور نترشن، 30 جرام بلتر يعني 3 جرام لكل ديسي لتر من 100 سي سي. أوكي أو defective immune function مثلا decrease lymphocyte count lymphopenia يصير عند المريض، هاي أهم قرينة قلنا مو دالة قطعية ولكنها شنو؟ قرينة يعني ممكن. okay decrease lymphocyte count. بعد نجي للnutritional requirement، خلصنا ذا نشوف lab techniques، نجي للnutritional requirements الاحتياجات الغذائية للإنسان. احنا عندنا الانرجي total energy need بالمريض المستقر وضعه تحتاج 20 الى 30 كيلو كالوري بير كي جي بير دي، مثل ما قلنا 20 الى 30 كيلو كالوري بير كي جي بير دي، يعني شنو 20 الى 30؟ لو فرضنا 30 والمريض شنو؟ المريض او الانسان هذا 70 كيلو وزنه، ف 30 في 70، 30 في 70 يصير 2100 كالوري باليوم،
2100 كيلو، هذا الوضع الطبيعي. زين، الكربوهيدرات النيدز الإلزامية من المواد الغذائية من الكربوهيدرات، SHO هذا مختصر كربوهيدرات، اوكي. الكربوهيدرات obligatory needs 2 جرام بير كي جي بير دي فور برين اند ار بي سي، هذا الإلزامية، يعني ما بها مجال، لابد من النشويات اللي هي على شكل جلوكوز الصيف. 2 جرام بير كي جي بير دي، يعني اذا هو 70 وزنه فيحتاج يوميا شنو 140 اقل شيء للدماغ والكريات الدم الحمراء، اقل شيء 140 كالوري، اقل شيء. الحاله الدنيا جدا هاي يسمونها اوبليجاتوري الزاميه. زين، الفات ايضا نحتاج من الفات، واهم من ذلك نحتاج بروتين بيزيكلي 0.1 تو 0.5 جرام بير كي جي بير دي، يعني 0.1 تو 0.15 جرام، 0.15 جرام يعني 100.15 جرام بير كي جي بير دي. زين، هذه البروتينات الحد مالتها. لكن بالهايبر ميتابوليك ستيت، اذا واحد عنده سترس جراحي، متعرض للانستيزيا، مالتيبل تروما، سيفير انفكشن، هاي شنو يسمونها هايبر كاتابوليك او هايبر ميتابوليك ستيت، النيتروجينس نيدز يزيد، نيتروجينس يعني بروتين نيدز يزيد من 0.2 الى 0.25، كان 0.1 الى 0.15 يزيد بالهايبر كاتابوليك ستيت من الى 0.2 تو 0.25 بير كي جي بير دي. اوكي، هاي الطاقة الانرجي، احتياجاتنا الطبيعية من الانرجي. اوكي، نجي للفلويدز، ايش قد حاجتنا للسوائل؟ حاجتنا للسوائل ديلي ريكويرمنت تنحسب فلويد، عندنا حسابات اليونيت الرضيع، الطفل الرضيع تو والد 120 الى 150 سي سي باليوم، معناها شنو؟ معناها 5 سي سي لكل كي جي لكل ساعة. زين، هو ايش قد مثلا 3 كي جي، هذا الوليد الجديد 5 في 5 هاي 15، في شنو؟ في الساعة، في الساعة الوحدة هاي 3 في 5 15 بالساعة الوحدة، تنضرب 24، نضربها 15 في 24 نطلعها. هذا بالنسبة للنيونيت الطفل الرضيع. أما الأولدر تشايلد والأدالت الأطفال الكبار والبالغين تأخذ بهذه الطريقة، تحسب لأول 10 كيلوغرام من الجسم 100 سي سي نعطي، يعني نعطيهم أربعة، فش يصير قانوننا؟ قانون 4-2-1. شنو 4-2-1؟ 4-2-1. شلون قانون 4-2-1؟ أول 10 كيلوغرام نعطي 4 ml per kg per hour، ثاني 10 كيلوغرام نعطي 2 ml per kg per hour، بعد ذلك نعطي، بعد ذلك يعني إيش قد ما زاد نعطي لكل كيلو شنو؟ لكل كيلو 20 ml اللي هي 1 ml per kg per hour. فهذا قانونها، قانون السوائل. زين، 4-2-1، أول 10 كيلوغرامات نعطي 4 أمل بير كي جي بير أول، 4 سيسيات لكل كيلو بالساعة، ثاني 10 كيلوغرامات نعطي سيسيين لكل كيلو في الساعة، ما زاد على ذلك لكل كيلو شنو؟ 1 سيسي في الساعة. أوكي، هذا الفلويدز. نجي للفيتامينز اللي هي انواع ووتر سوليبل فيتامينز، مثلا ووتر سوليبل اللي هي ووتر سوليبل، يا هي مو اي طبعا، هنا بي فيتامين بي وسي، لاني ووتر سوليبل نحتاجها بوس اوبراتيف، خاصه الفيتامين سي نحتاج بوس اوبراتيف. ليش؟ لانه مهم للانتجريتي اوف كونكتيف تيشو للهيلينج. فيتامين اي ايضا نحتاجه للهيلينج،
ووتر سوليبل اللي هي كل فيتامينات بي كومبلكس من بي 1 بي 12 بي 2 فوليت اوكي بي 6 لان كلهن ووتر سوليبل تذوب في الماء وتخرج لا تضر لا تترسب في الجسم ونحتاجها. بي 12 مثلا نحتاجها اذا اكو شنو عندي قطع امعاء وما يتولد بعد البي 12 من البكتيريا اللي موجوده بالتيرمينال اليوم سمول باول وبالتالي لابد ان اعوض البي 12 وهكذا. فاذا الفات سوليبل فيتامين اي دي كي اي ذني طبعا مهمات. فبنصير بيشنت عنده استياتوريه. شو الاستياتوريه؟ يعني اسهال وفي مواد شحميه نتيجه البنكرياتيك انسفيشنسي نتيجه خلل البنكرياس فما راح يتم امتصاصهم فيصير فقدان كثير لهذه الفيتامينات اي ودي وكي واي وهنا فات سوليبل يذوبا بالشحوم وبالتالي اذا زادت كميه منهم تترسب في الجسم. بعد وبايل ريدكشن عندما تقل الماده الصفراء اللي هو يسوي مودفيكيشن للشحوم وما يصير ابزوربشن بايل ريدكشن فش يصير استياتوريه زين وبالتالي تنقص عندي هذه الفيتامينات. المينرالز المعادن الفلزات الصوديوم والبوتاسيوم الكالسيوم والفوسفيت زين تحتاج الى مراقبه وتعويض خاصه بالدياريال ديزيزز بالامراض الاسهال المزمن لان راح نفقد هذه المواد الفلزيه. بعد والتريس اليمنت العناصر الدقيقه والعناصر النادره اللي هي مثل زنك ايرون كوبر مغنيسيوم كلها لها علاقه في الميتابوليزم مال الجسم. الايرون مهم جدا المن الهيموغلوبين اوكي هيم هو الايرون هيم هيموغلوبين والمغنيسيوم والكالسيوم كذا الزنك والى اخره. نجي ما هي الطرق الصناعيه لتغذيه المريض artificial support method of artificial support okay artificial support شلون نوعين طريقين لتغذيه المريض صناعيا عندما لا يستطيع ان يتغذى بشكل طبيعي. انترال معويه عن طريق الامعاء انترال عن طريق جهاز الهضم انترال هذا شوفوا هذا الانترال انترال يعني اما منا عن طريق الفم ونيزو غاسلك تيوب ندخل شنو سوندة معدة ونطي غذاء هنا يوصل للمعدة زين او نجي نثقب من الجلد وندخل بالمعدة يسمونه اوتسايد بودي هذا البورت ندخل هنا في طريق مثلا بيركوتينيوس غاسلك شنو جوجينوستومي مثلا او غاستركتومي بيركوتينيوس اندوسكوبيك بيركوتينيوس اندوسكوبيك غاستركتومي لا من هذا الطريق وسوي غاستركتومي بعد او سوي جوجينوستومي جوجينوستومي او جوجينوستومي ومن خلال التيوبات شو نسوي تغذيه لا هاي شو نسميها انترال انترال اوكي البارنترال بعد الانترال راحت هاي ماكو بعد اوكي هاي ماكو بارنترال يعني بالاورده بالفيز شوفوها هاي البارنترال اما بريفرال فيز او سنترال فيز لا زين هذا البارنترال ليه تنعطي بارنترال ان بيشنت سستين 5 تو شنو الانترال اذا هو 5 الى اسبوع ما ماكل شيء ما عنده انديكويت انتيك لازم نعطيه تغذيه خاصه ليه نستخدمها عندما تكون الجاسترو انتستاينال شنو فيزبل يعني
يمكن أن نستخدم المعدة، يمكن أن نستخدم الجهاز الهضمي. إذا كان بإمكاننا الجهاز الهضمي بس المريض ما قاعد ياخذ لأسباب متعددة ونقدر نعطيه بالجهاز الهضمي، فنعطيه غذاء صناعي بالجهاز الهضمي. إذا الجهاز الهضمي صالح للامتصاص والهضم نعطيه انترال، ما نروح للبارنترال بالوريد. لكن إذا غير صالح راح نجي نعطيه بارنترال وريدية، تغذية وريدية. أوكي، نجي للانترال نوتريشن ديليفري ثرو جي اي تي. يعني إذا الانترال من خلال من غاسترو انتستينال تراكت، إذا قلنا وين تز فيزابل عندما تكون صالحة. أوكي، أنواعها الأورال فيدينج إن بيشنت هو كان درينك، إذا المريض يشرب إحنا نعطيه أورال شوية شوية ونعطيه سوائل ونعطيه عصائر ونعطيه مواد، نعصر له مواد غذائية تغذيه، هاي أورال فيدينج. وهذا أيضا شو نسميه إنترال نوتريشن. وبعد ما يقدر يأخذ عن طريق الفم، ما يقدر يبلع، شو يسوي؟ نخلي له تيوب فيدينج، نيزو غاستريك تيوب. شوفوا هذا نيزو غاستريك تيوب، تيوب فيدينج. زين نخلي له تيوب. أوكي، بعد فاين بور فيدينج تيوب انسيرتد ان ستومك، هنا مباشره هذا الفاين بالبركتينيوس اندوسكوبيك غاستروستومي نسوي فاين بركتينيوس اندوسكوبيك. هذا بركتينيوس اندوسكوبيك شنو غاستروستومي، هذا الفاين فاين بور شنو تيوب، هذا الفاين بور تيوب. زين بعد بوس بايلوريك فيدينج نعبر للاستومك ونعبر البايلورس فتح البوابة نعبر هذه البوابة المعدية وروح نيزو جوجينال أو نيزو جوجينال نيزو، نقدر نعبرها أيضا من النوز بالتيوب الصغير ونعبر ونوجهها يطلع من المعدة ونعبر بوابة المعدة وندخل حتى يوصل الى الجوجينوم نيزو جوجينال او نسوي جوجينوستومي من جدار البطن جوجينوستومي فيدينج تيوب. اذا عندنا غاستروستومي، عندنا جوجينوستومي، عندنا نيزو غاستريك تيوب، عندنا نيزو بايلورك او نيزو جوجينال تيوب. زين شنو الانديكيشنز فور انترال فيدينج؟ انترال فيدينج شنو الانديكيشنز، ما هي موجبات الانترال فيدينج؟ اولا عندما يكون عندنا بروتين انرجي مال نوتريشن، عندنا سوء تغذيه وان اديكويت اورال انتيك وما يقدر ياخذ شنو غذاء، او عنده صعوبه البلع ديسفاجيا ونقدر نعبرها نوصلها للمعده من خلال التيوب، او عندنا ميجر تروما كلش ضربات شديده عنده وما يستطيع الاكل ولذلك نخلي له احنا اكل صناعي بهذه الطريقه، او انفلاماتوري باول ديزيز. زين الانفلاماتوري باول ديزيز التهابات المعده والامعاء التهابات معويه. اوكي، او انهانس ادابتيشن فور ماسيف انتروكتومي، يعني مع الوقت شنو وصاير عند المريض شنو صاير عند ماسيف انتروكتومي استئصال امعاء كبير كثير، هذا ايضا يساعدنا نسوي موديفيكيشن ادابتيشن، الامعاء ايضا تزيد خلاياها الزغاباتها الامتصاصيه عندما نعطي غذاء عن طريق شنو عن طريق الجهاز الهضمي. الكونتر انديكيشنز ممنوعات وين يمنع كونتر انديكيشنز، يمنع بالسمول باول اوبستراكشن اذا عندي انسداد بالامعاء بعد ماكو داعي انا اعطي انترال فيدينج، اذا عندي اسهال شديد فلا قيمه للانترال فيدينج اللي يعطيه يروح وين بالاسهال، إذا عندي بروكسيمال انتستينال فيستولا، إذا عندي فيستولا قريبة وتصرف المواد اللي يعطيها تطلع بالفيستولا بالناسورة أيضا ماكو فايدة. بهيج حالات شنو كلهن نسوي بارنترال نوتريشن عن طريق الأوردة. أوكي، بالسيفير بنكرياتيتس أيضا إذا البنكرياتيتس شديد هذه المواد ما راح تمتص اللي أعطيها عن طريق الانترك أو انترال نوتريشن. إذا ذني هنا الكونترا انديكيشنز. أوكي، complications of tube feeding شنو المشاكل اللي يصير بالتيوب فيدينج، اولا التيوب ريليتد
بسبب التيوب. ثانيا gastrosis intestinal. اوكي. ثالثا metabolic problems. رابعا infective problems. then the complications of enteral tube feeding. مثلا malposition tube مو موضعه صار. احنا نريد بوست مثلا بوست مايلوريك هو صار لي بس بالمعده. هاي مشكلة. او displaced tube ورايح لوين؟ قد يروح لوين؟ للقصبة الهوائية وبالتريك يدخل. او انسداد التيوب وين وقت بمواد غذائية تتحجر ينسد التيوب. او التيوب يصير بي ليكيج. ينزرف التيوب ينثقب ويصير بي شنو؟ ليكيج. اليك. اوكي؟ او موضعيا نتيجة الضغط يسوي ايروجن مثلا يصلخ جزء من الميكوزا مالت الإزوفيغاس مالت المعدة مالت النوز هذا يسمونه local erosion. اوكي هاي التيوب مشاكل التيوب. نجي للغاسترونتستينال اذا مشاكل بالامعاء اذا اكو اسهال هاي ايضا يصير complication مال التيوب فيدينج يسوي لي اسهال او يسوي لي غثيان ما يتحمل المريض تنفخ بلوتينج تنفخ المعدة ويسوي غثيان وكذلك استفراغ. بعد اكو الام ابدومينال كرام تقلصات عضليه للبطن. بعد اكو اسبيريشن تجي مواد تنشفط من قبل التراكيا للجهاز التنفسي هذه المواد الحمضيه راح تضررنا الرئتين واحيانا لا يسبب لي كونستيبيشن امساك. ذني ايضا gastrointestinal complication of tube feeding. شنو الميتابوليك complication of tube feeding؟ يسوي لي الكترولايت امبالانس. بعد فيتامينز ومينرالز وتريس إلمنت ديفيشنسيز نقص بهذه المواد اذا ما تزود بشكل تام ومراقب بالانتريك فيدينج. بعد احيانا تتداخل دراج انتراكشن. اوكي نجي للانفكتيف الالتهابات الاخماج التهابات التعفنيه ما خارجية تجي بكتيريا منين من الكونتامينيشن من التلوث مال الهاند هذا اللي يسوي مواد غذائية ويعطي للمريض إذا إيده ملوثة راح يسبب سبسس أو إندوجينوس من المريض نفسه أيضا شنو عندنا تنتقل من البكتيريا ويسوي لنا تلوث داخلي. هذني الكومبليكيشنز مضاعفات التيوب فيدينج. أوكي نجي للتوتال بارنترال نيتريشن يعني الغذاء الكلي provide all nutrients by means of intravenous route without use of gut. بعد ما نستخدم GI tract جهاز الهضمي لا وإنما نعطي كل المواد الغذائية عن طريق شنو intravenous route طريقين طريق central هذا شو نسميه central مركزي وهذا peripheral شنو يعني محيطي هذا بالوريد المحيطي زين وهذا بالوريد شنو المركزي هذا سنترال وهذا بريفرال عن طريقين نوفر المواد الغذائية لكل المواد الغذائية اللي يحتاجها الجسم وين تزرق في هذه الأوردة. أوكي بيا طرق هذا البريفرال اكسس والسنترال اكسس. لكن ليمتى What are the indications موجباتها موجبات التوتال بارنترال نيتريشن موجباتها الانديكيشنز مالتها عندما تصير عندنا مثل ما ذكرنا تستانا الفيستولا ناسورة قريبة بالامعاء الجزء العلوي من الامعاء ايش ما نعطي انترال ما يفيد فاذا نعطي بارنترال. بعد اذا اكو عندنا الانفلاماتوري باول ديزيز الالتهاب الامعاء والمريض في البري اوبراتيف بريد وعنده التهاب امعاء شديد غير قابل للهضم. بعد اذا عندنا ماس باور سكشن شالين امعاءه بشكل هائل. بعد اذا اكو الياس الامعاء متسعه ومنتفخه ادايناميك اوبستراكشن ما تقوم بوظيفتها. اذا عندي سيفير بنكرياتاتس لان كل شيء اسوي توتال بارنترال نيتريشن اعطي اما البريفرال روت أو أعطي بالسنترال روت وهذا البريفرال روت بريفرال كاتيترز
او شورت كانولة، احيانا نستخدم شورت كانولة مثل الكانولة الطبيعية اللي نعطي بها مغذي، نعطي بها خاصة شورت كانولة، خاصة اذا اردنا نعطي لمدة مؤقتة نقدر نعطي بالكانولة. هذا البريفرال. والسنترال اما بالسبكليفيان فين نا سبكليفيان فين او انترنال جاغولار فين منا انترنال جاغولار او اكسترنال جاغولار فين. اوكي، لان الطرق اللي ندخل منها البارنترال نوتريشن. تجي للكومبليكيشنز، شنو مشاكلها البارنترال نوتريشن كومبليكيشنز او بارنترال نوتريشن؟ اكو مشاكل ريليتد تو انجريز تو نيوترينت ديفيشنسي، نقص المواد الغذائيه، يصير عندي هايبوكالسيميا مثلا، هايبوغلايسيميا، نقص السكر، نقص الكالسيوم، هايبوكالسيميا، هايبوفوسفاتيميا، تنقص الفوسفات، هايبوماغنيسيميا، ذني يرافق التوتر برانترال نوتريشن. ولذلك لابد انا اتاكد من ان المحاليل الغذائيه اللي اعطيها بالوريد تحوي على هذه النوع. بعد او يصير عندي كرونيك ديفيشنسي سيندرومز. شلون كرونيك ديفيشنسي سيندرومز؟ اشوف عندي الفاتي اسيد ينقص، الزنك ينقص، الفلزات المينرز تنقص، اند تريس اليمنتس، هاي يسمونه كرونيك ديفيشنسي سيندروم. طبعا تعطينا علامات سريريه كلينيكال مثل يصير عندي الوبيشيا، ثعلبه، يصلخ الجلد، التهاب الجلد الخارجي. زين، هاي يسمونها كرونيك ديفيشنسي سيندرومز. هاي الريليتد تو نيوترينت ديفيشنسي. اكو ريليتد تو اوفر فيدينج، اصلا زايد اوفر فيد يسمونه، يصير هايبر جلايسيميا، يزود السكر، يصير يتركز، يزيد تركيز، ويصير ديهايدريشن، هايبر اوزمولر ديهايدريشن، جفاف بسبب التركيز، هايبر اوزمولاريتي، يصير هيباتيك استياتوسيس، حركة البايل بالكبد قليلة، يصير هايبر كابينيا، يزيد السي او 2 برودكشن نتيجة استخدام الطاقة. بعد انكريز سمباتيك اكتيفيتي، اوكي، فلويد ريتينشن، السوائل ترجع بالجسم، الكترولايت ديس اوردر، ويصير خلل في من بالاملاح المعدنيه. هاي كلها شنو يسمونها ريليتد تو اوفر فيدينج. نجي يصير ايضا اكسس اوف فات، هم ريليتد تو اوفر فيدينج، يزيد الشحوم، اكسس اوف امينو اسيد، زيد الامينو اسيد زيد البروتين، ويصير عندي اسيدوسيس، ويصير عندي هايبر كالسيميا، لان كلهن اوفر ريليتد تو اوفر فيدينج. نجي للريليتد تو سبسيس، يصير التهاب، من التهاب الكاثيتر ريليتد، من الكاثيتر والسيستميك سبسيس. اوكي، وبعد ريليتد تو لاين، نفس اللاين اللي يستخدم اذا احنا نسوي سبكليفيا، يجوز يصير عندنا نسوي انجري بالكاثيتر، تروح تطخلي البلوره وتسوي لي نيوموثوراكس، سرواح الصدر، او تسوي لي تضرب لي شريان قريب جدا من الارتري، فاسكولار دامج من الفين، فاسكولار دامج، او تسوي لي اير امبوليزم، هواء يروح وين؟ يدخل بالاوعيه الدمويه ويروح حول الرئتين، يسمونه اير امبوليزم، سداده هوائيه، او ثوراسك دكت انجري. احنا ثوراسك دكت اللي تنقل الليمف قريبه من المنطقه، يجوز يصير بها ضربه من الكاثيتر، او ضربه من الكاثيتر تروح زايد وتروح وين؟ توصل للهارت، او شنو يصير ليكج داخل المديستاينوم، يسمونه هايدرو مديستاينوم، هذه السوائل وين تروح؟ تليك بالمديستاينوم، او لونج تيرم اوكلوجن، انسداد مطلق مستمر مزمن بشن الكاثيتر، او فينوس ترومبوسيس، الفين نفسه بسبب طول مده بقاء الكاثيتر شو يصير به؟ يصير به خثره. هاي كلها كومبليكيشنز اوف بارنترال نيوتريشن. شوفوا هاي البارنترال نيوتريشن، هاي موادها، هذا المواد البروتينيه الامينو اسيدز هاي، وهذا المواد الشحميه اللي هو فاتي، هذا يسمونه انتراليبيد، وهذا بروتين. فاذا هذني كلهن ممكن يستخدم التوتال بارنترال نيوتريشن. شلون الطريقه؟ شوفوا الطريقه، سنترال منا ومدخلين كانولا بداخل السبكليفيان فين، وبعدين تروح للسوبرير فينا كيفا، وبعدين تروح للاتريوم، الرايت اتريوم. هنا تنزل هذه المواد والمحاليل اللي مجهزين بها كل المواد الغذائيه بطريقه محلوليه. اوكي، هذا التوتال برانترال نيوتريشن، هذا رسما، وهذا التوتال برانترال نيوتريشن. شوفوا اكو نوعين، نوع السنترال اللي هو جاي بالوريد هنا،
الانترنال جاجولار، انترنال جاجولار هنا زين، او اكسترنال جاجولار فين، هذا الاكسترنال جاجولار سبني بعدين بالفينا كافا، هذا سوبريال فينا كافا، او يجي عن طريق السبكليفيال فين وسبني بالسوبريال فينا كافا، او يجي بريفرال، هذا عن طريق البريفرال توتال برانترال نتشين. I hope good health for you all. Thank you very much.